السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع بتديله برومت، تديله تكست يحول لك البرومت ده لفيديو، او تديله صورة يبدأ ان هو يعملها لك فيديو. يعني حد هنا قال له انا عايز شلال يكون الوان مختلفة، فبدأ يعمل له حاجة بالشكل ده. الموقع ده حتى الان ما لقيتش فيه طالب فلوس، يعني هو عامله نسخة تجريبية. ممكن انت تشوف الفيديو بعد فترة فتلاقي طالب فلوس، فانا ما كدبتش عليك. لكن هنا اهو انا بدخل ما بلاقيش ان هو بيطلب مني فلوس. تمام، التجربة اللي انا عاملها فيديو حتى الان هو مش طالب فلوس، لكن اكيد بعد فترة بعد ما الموقع يشتهر هيطلب فلوس، فمحدش يعني يظن ظن السوء. دي بعض الفيديوهات اللي معمولة من خلاله، بس خلي بالك دي التوب، يعني لما جربه ما تتوقعش نتائج روعة بالشكل دوت. لا، هيعمل لك نتائج فيديو لكن مش هتكون بالجودة العالية اللي انت شايفها ديت. تمام، عشان بس ايه ما تصدمش وتقول ان احنا بنكذب عليك. لا، طيب الفكرة بتاعته ممكن تديله صورة ويبدأ يعمل لها حركة، ممكن الحركة تطلع بسيطة خالص ان هي الصورة نفس الصورة بس هو بيعمل منها زوم، بيقرب بيبعد وهكذا. دي بعض التولز اللي موجودة زي مثلا ماجيك اكسبند، يعني يبدأ تديله صورة وهو يبدأ يستنتج اللي حواليها، ممكن يعمل تلوين للصورة، ممكن يغير فيها حاجات بالشكل دوت. دي كلها امكانيات موجودة جواه. احنا عايزين نجرب موضوع الامج تو فيديو والتكست تو فيديو، فنقول له تراي فور فري. تمام، عايزين نكتب تكست هنا، فممكن تكتب تكست زي ما انت عايز، ممكن تاخد تكست من هنا، يعني في موقع اهو في قلب الموقع نفسه في ناس كاتبه تكست، ممكن تروح مثلا موقع زي ليوناردو او الموقع دوت تاخد تكست، او انت عندك تكست معين. تمام، ده موقع مثلا اسمه اي دي اي او جرام دوت اي اي، او هاخد البرومت من هنا. الموقع ده من المواقع الكويسه جدا، وبالذات ان هو تقدر تكتب تكست معين يكتبه لك بنفس الطريقه. ده يعتبر احسن موقع فيهم، ان انا اديله كلمه معينه فيبدا يكتبها بنفس الشكل. طيب هاجي هنا، ده تكست تو فيديو، هتبدا تديله الحاجه وتقول له جنريت، هياخد تقريبا في حدود دقيقه، وممكن تقول له جنريت فهو يبدا يعمل لك اللي انت عايزه. تمام، يعني مش لازم انت تقعد تكتب، وممكن تقول له ايمج تو فيديو، يعني هديك صورة وانت ابدأ اعملها الحركة بتاعتها. تمام، طيب تعال نشوف مثلا حاجة زي كده. الصورة بدأ يحط المبنى وبدأ يحرك السحاب حواليها بالشكل دوت، بدأ يخلي فيه قطة اهي ويخلي ليها حركة معينة. فممكن مثلا تدخل على موقع من موقع مثلا الذكاء الاصطناعي تقول له اكتب لي قصة، فبدأ يكتب لك قصة، تبدأ تاخد كل قصة فيهم وتبدا تعمل منها صوره، او تيجي هنا تقول له اعمل لي صوره كده، ففي الاخر هيطلع لك فيديوهات تبدا تحكي لك الخطوات اللي حصلت في القصه على هيئه فيديو، ما تبقاش ممله فتقدر تعمل محتوى كويس. تمام، الموقع اي نعم مجاني بس هو بيكتب لك كلمه فيجا هنا بحيث ايه الناس تبدا تدخل على الموقع بتاعه وبعد كده يبدا يخليها بفلوس. تعالى نشوف بقى الفيديو. زي ما قلت لك هيعمل حركة كده بسيطة. تمام، لكن ممكن بعض الحاجات بتطلع بجودة اعلى من كده. خلي بالك ان انا ما اديتوش الصورة اللي انا وريتها لك، لا انا اديته التكست بس، لكن ممكن تحمل الصورة وترفعها من هنا image to video، ده هيكون افضل بكتير طبعا، لان هو خلاص وفر على نفسه جهد انشاء الصورة، بقى عنده صورة مجرد ان هو بيبدأ يشوف ايه اللي ممكن يتحرك، ايه اللي ممكن لو حصل رياح تبدا انها تتحرك زي مثلا في سحب، في ميه، في اشجار، في حركه للاشجار. تمام، ممكن تعمل اديت للحاجه، اول ما تفتحها تبدا ان انت تعدل عليها، هتلاقي ان انت تقدر تعملها داونلود، تقدر تاخد كوب برومت تنسخه عندك، عشان ممكن تعمل بابلش بحيث ان الناس كلها تبدا تشوف الحاجه اللي انت عاملها، تقدر تعملها ديليت، ممكن تقول له تراي يبدأ ان هو يعمل لك واحدة تانية وهكذا. في 4K انهانس يبدأ يحسن لك جودة الصورة، بس ده طبعا بياخد بس ايه وقت. تمام، ويقول لك ان انت ممكن تحمل حاجة من عندك زي صورة مثلا، هو يبدأ ان هو يحسن لك الجودة بتاعتها. دي الامكانيات الموجودة في الموقع دوت، اتمنى يعجبكم، ومحدش يتصدم لو جه بعد فترة لقاها بفلوس، دي مش من عندنا، دي الموقع نفسه اللي احنا بنشرحه.